ميرسي يا حبيبتي. على فكرة أنا عارفة إنكم أطفال شطار، ولما أخرج النهاردة وأسيبكم هتقعدوا كويسين. إيه يا ماما ده؟ اقلعي يا أوام، أنا عرضت أخلص أهو. أسامة تعالى، في حاجة مضايقاك؟ أبدا مفيش. هتخبي على ماما؟ قول. أصل من يوم ما بابا مات عمرك ما سبتيني وخرجتي بليل أبدا. شفت بقى، يبقى من حقي اخرج ولو مره، اتفسح اشم هوا. طب حاجه معاكي، ومين يخلي باله من البيت؟ هات الكهرباء انا بيه. دي حلوه قوي يا بابا. مظبوط هزيل يعني. الله الله، تعالي يا عيني. نعم. يا هاني وحشتيني. ممدوح وحشتيني. يا احلى ست في امريكا والصين يا ساتر. الو، اهلا يا سمسم. ايه دلوقتي؟ بس اصل طيب طيب هشوف. باي باي. خير؟ دي ساميه عايزاني اقعد مع الولاد دلوقتي عشان خارجه مع حلمي. دي عتمنت المزاج دي، وانت ازاي توافق على حاجه زي دي؟ وانت ايه، داد عندها؟ لا، كان لازم تشتميها، كان لازم تهزقيها. بس هو انت ما عندكش شخصيه خالص؟ اسمعي كده، انا اللي هرد. الو ممدوح، انا حلمي، عاوزك تجمع حالا هنا في البيت عندي عشان تقعد مع العيال. انا نازل، هو تتاخر. حاضر. عاجبك؟ احسن. عاجبك كده؟ احسن. ومستصدني ليه كده قاعدة؟ معلش يا حبيبي. ندى مش فاهم. طب قولي لي، بعد الرز ما يغلي ارضعهم ازاي؟ اعمل ايه؟ طفي الميه بتاعته وتحليه، وتحطي لها نقطتين ليمون، وتعبيه لها في الببرونه. مفهوم؟ متاكده انه يمنع الاسهال اللي جالها ده؟ طيب اروح، وحشتيني، عايز اشوفك. اروح. استني. ايه انت، ايه على طول كده واخده توصيله من ماسوره شبرا؟